اسرع قطار في العالم. اهلا بيكم في كوكب اليابان، والنهارده باذن الله هنجرب مع بعض تجربه اسرع قطار في العالم. هنعيش التجربه دي والمغامره دي مع بعض باذن الله، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك. انت دلوقتي اديني اللايك الجميل والكومنت الرايق، ويلا بينا نقول بسم الله توكلنا على الله نجرب اسرع قطار في العالم هنا في كوكب اليابان. يلا بينا. المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده يا جماعه محطه قطارات طوكيو. صباح الفل عليكم، صباح العسل والجمال. دلوقتي بحاول اشوف فين الشباك اللي احجز منه التذاكر. انا عايز احجز تذاكر القطر السريع اللي هو السريع جدا الاكسبرس. فهنا في قطارات كتير جدا مختلفه، في اماكن تذاكر او اماكن حجز مختلفه زي ما انتم شايفين ورايا كده. شويه تايه الدنيا كلها هنا بالياباني زي ما انتم شايفين، فبحاول يعني ايه اشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين، فربنا ييسر الامور ان شاء الله. هنجرب مع بعض النهارده ان شاء الله القطر السريع. تذكرته غاليه جدا، خلينا نشوف التذكره هتعمل كام دلوقتي. وبياخد الطريق من هنا من طوكيو الى مدينه كيوتو في ساعتين ونص. الباص مثلا السريع بياخدهم في 8 ساعات، القطر ده بياخدهم ساعتين ونص. خلينا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. اليابان تعشق الطوابير الطويله، كل حاجه هنا بطابور. Hello, good morning. I want to go to Kyoto. Today? Yes, now. Yeah, one person. Okay. But the fast, the express train, Nozomi. Nozomi, yeah. Nozomi. بص يا جماعة، سعر التذكرة حوالي 14,000 ين، يعني بيقول لي تقريبا 89 دولار، بس أعتقد هيكون أكتر لأن الريت اللي طلعه لي على جوجل هو الريت اللي بغير بيه، فتقريبا هتبقى سعرها 95 دولار أو 100 دولار تقريبا سعر التذكرة، ساعتين ونص بس. أوكي. أوكي. Sign where here. Oh, yes, here. دي التذكرة يا جماعة ولازم تمضيها، يعني لازم تمضي عليها وتوقع عليها، مش عارف إيه الفكرة. All right. I'm sorry, where to go? عالم مختلف يا جماعة، كوكب اليابان هو فعلا كوكب مختلف. المهم الرصيف بتاعي رقم 15، نطلع رصيف رقم 15. طبعا يعتبر تذكرة القطر دي غالية، 100 دولار غالية يعني مش رخيصة، ولكن هو أسرع قطار في العالم، فهي تجربة بحد ذاتها، فإن شاء الله نعيش أجمل تجربة مع بعض. القطر يا جماعه تحسه كده عامل زي الطياره، شكله غريب وواطي مش عالي ما شاء الله، يعني متحمس للتجربه الجميله دي. في العربيه بتاعتنا فين دلوقتي؟ عربيه واحد، مش عارف حظ دايما بيرميني كده في اخر القطر او في اول القطر. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا عامل زي الطياره. ايه رايكم القطر ده ولا القطر الروسي؟ اسرع قطار في العالم تقريبا، هيطلع خلاص دلوقتي. بسم الله. عارفين القطر اللي هو قطر الطلقه الصاروخ، الكلام اللي احنا سمعناه ده كله، هو ده اللي احنا قاعدين فيه حاليا. أو بسم الله توكلنا على الله. اتحركنا، ده سحب السحبه قسما بالله، يعني على طول مفيش اللي هو يمشي واحده واحده، لا سحب. انا حاسس بقوه دفع رهيبه كانك راكب بورشه او فيراري. ما شاء الله تبارك الله، كوكب مختلف قسما بالله، كوكب مختلف فعلا. سوبر اكسبرس اللي احنا راكبينه ده، سوبر اكسبرس ال 100 دولار يعني حلال ان شاء الله. دلوقتي باذن الله احنا طالعين من طوكيو عاصمه اليابان الى اجمل مدينه في اليابان او اشهر مدينه في اليابان، مدينه كيوتو. بص يا جماعه الشارع عامل ازاي؟ صورنا هنا في طوكيو، شويه نطلع نزور في مكان تاني وفي مدينه تانيه، بحيث ان احنا نقدر نغطي اكبر قدر من الامكان في رحلتنا القصيره في اليابان. دي اول زياره ان شاء الله نزور اليابان مره تانيه وثالثه ورابعه، ونغطي اكتر ونتعمق اكتر في الثقافه والتاريخ والشعوب وكل حاجه، ولكن المره دي قدر الامكان كده سريع سريع. هنا تحت رجلينا فيشه بوبس، يعني شحن سواء لابتوب او موبايل او حاجه زي كده. والقطر بسيط جدا بس هو مريح، انت بتقدر تفرد رجلك نوعا ما براحتك، والكرسي مريح جدا كقعده وكظهر، يعني مرتاح في القعده. سريع جدا طبعا ودي الميزه بتاعته، فالمسافات طويله ما بتحسش بيها. الجو بره في الشارع برد شويه، درجه الحراره 3 تقريبا، ولكن في القطر الجو دافي جدا، فاتحريت يعني عايز اقلع الجاكيت. تعالوا نتمشى كده نشوف الدنيا فيها ايه، الحمامات شكلها ايه. الكراسي واسعه، الكراسي واسعه جدا يعني، او المساحه واسعه جدا، فاهمين؟ المساحه واسعه. ده اوتوماتيك بيفتح الباب، اللهم صل على النبي. ده الحمام؟ بس يفتح ازاي كده؟ لا ده مش حمام، ده مبوله. تمام. طب فين الحمام نفسه بقى؟ دونت درينك، مش ميه شرب. اقفل. ام سوري ريلي سوري. ده الحمام سمعتني عليه. ده الحته دي كلها حمامات يعني يا جماعه، حلو. يعني ده حمام اللي هو قعده ودنيا وحوارات، دي مبوله فقط للرجاله، انما دي رجاله وسيدات. هنا رجاله وسيدات وبيبيهات. شكله ايه ده؟ ثواني. كل. تمام.
كل حاجة أنا يا جماعة بلغة براين اللي هي لفقد نعمة البصر. القطر كله يعني بالشكل ده. هنا في حوض تمام، وده الحمام، وده لو أنت عايز تغير الطفل ولا حاجة. هنا بتنادي على الضابط المسؤول على العربية، وهنا اللي هو الفلاش عشان خلصت حمامك تك هنا عشان خاطر فلاشينج يعني، فاهم ازاي؟ وهنا بقى هشرح لكم انا اللي هنا عشان ده حوار هشرح لكم. اوف السرعة الرهيبة يا جدعان، سرعة رهيبة ما شاء الله تبارك الله. المهم ان مساحة الحمام يعني بصوا يعني كده كتف متر، فاهمين ازاي؟ متر. انا عايز تعلق حاجة، بص بقى شايفين مرسوم عليها ايه؟ حبايب ممكن اقول لها حاجة. طبعا بقول لك ممنوع تقعد على القعده بالشكل ده. ما ترميش المناديل في الباسكت، ارميها في في السيفون. يعني حاجه غريبه يعني، المفروض ان الناس بتبقى العكس عشان خاطر السيفون ما يتسدش او الحمام ما يتسدش يعني. لا هنا لا، حط مالكش دعوه. وده طبعا اللي هو ايه الفلاش التويت يعني. تمام. طيب انت مثلا قعدت هنا على سبيل المثال تمام. بص بقى يا معلم، ده الشطاف، فانت على حسب انت عايز ايه، سبراي ولا بيدت. وهنا الووتر بريشر يعني بتحكم في الووتر بريشر في ضغط الميه، عالي الشطافات يخبط بقى جامد. طب لا انت لا حساس بتتعور، لا تنزل شويه ضغط الميه. تمام. هنا القعده بتاعت الحمام السيتس يعني بص تفتح، واخد بالك؟ هوب اقفل اقفل. السلام عليك السلام. لا القعده بتاعت الحمام او الغطا، غطا القعده، واحد مثلا فاهمين راجل عايز يعمل فايه يشيل النظافه وبتاع. طب انت بقى عايز تقعد بقى تيجي قاعد، يا سلام يا سلام. طبعا بقى الشطافه دي حاجه جميله جدا يعني، ولما تخلص تك هنا ستوب توقف بقى ايه المايه. فكوكب اليابان يعني في تفاصيل في كل حته يعني، انا كده بعدي سريع سريع فاهمين ازاي عشان اشوف قدر الامكان، ولكن تفاصيل في كل حته. يبقى الحمام الثاني كنت لسه داخل اوريه لكم. اوكي لا والله ما تحصل فضل. دي عربية رقم واحد، انا كنت فاكر عربيتي رقم واحد بس طلعت عربيتي رقم اثنين، بس هما اتنين في اول القطر يعني. هلو طبعا everything is fine. طبعا في كل عربية لازم يكون في ضابط مسؤول عنها في خدمة الناس مش اكتر، هو في خدمة الناس، حد محتاج حاجة، حمام في مشكلة يروح يصلحها وهكذا. اعتقد انا بقى خلاص ده العربية اللي هي الاولى او الجرار بتاع القطر. انا ما اعتقدش بقى خلاص في فتحة. ده اللي ايه السواق هنا شكله ايه، تعال نستكشف. مقفول طبعا مقفول. ما شاء الله تبارك الله سرعه رهيبه. بص 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 اوف 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 اوف. ولكن الحق اتقال يا جماعه، قطر روسيا بالنسبه لي كده حته من قلبي. قطر روسيا في روح، هنا مفيش روح، قطر روسيا في روح يعني، في ناس اتكلم معاهم ونومه وقعد افتح ونومه وقعده وحركات واكل وشرب وتناكش في ده وتناكش في ده، ففي في في روح. لكن هنا مفيش اي روح الحقيقه، كله ساكت قاعد قامت مش اي حاجه، بس ما شاء الله على الثبات. تحس نفسك راكب لك مرسيدس يعني، انا ماشي كده قطر عمال يدخل يمين وشمال وبيحود، وانا ما شاء الله تبارك الله يعني ايه كاني في مرسيدس حرفيا. اوه بص الموضوع ده، في هنا سموكينج روم بالنسبه لاخواتنا المدخنين. لا اقفل اقفل، انا بتكلم اقفل. بالنسبة لإخواتنا المدخنين الله يعفو عنهم يا رب، ويقلعوا أو يبطلوا العادة السيئة دي، عادة التدخين. ولكن لما نزلت الفيديو بتاع قطر روسيا، طبعا الفيديو ما شاء الله تبارك الله جاب 11 مليون مشاهدة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أكتر وعلى تيك توك أكتر وأكتر، بس ما شاء الله تبارك الله يعني الفيديو ده يجيب أكتر بإذن الله. المهم لما نزلت الفيديو ناس كتير سألت طيب بالنسبة للتدخين تدخن فين؟ فأنا كنت بفكر في الموضوع ده لأن الموضوع ما بيجيش في بالي. في قطر روسيا مفيش تدخين إطلاقا، لا في حمام ولا في عربية ولا في مطعم ولا في أي حاجة. الحالة الوحيدة اللي اتدخن فيها لما تكون القطر واقف. لكن هنا تقريبا دي محطة في الناس بتحمل، لكن هنا في غرفة للتدخين. تعال نبص عليها، غرفة للتدخين وممنوعة لتحت ال 20 سنة. لازم تتكب. معلش يا جماعة، جديد في اليابان جديد. عامل ابدا، ايه الأخبار؟ How are you? Good. So that's smoking area. Just exploring the train. فدي غرفة التدخين يا جماعة، راجل قاعد متكيف وبيشرب فيب. نايس. قاعد بيشرب الفيب والدنيا جميلة معاه. وهنا كان في حد بيشرب سيجارة والدنيا حلوة. اوكي انجوي. نفتح هنا. ايوه. اقفل يا معلم. فالدنيا الدنيا ايه. نرجع الكرسي بتاعي بعد كده بقى نعمل جولة ثانية ان شاء الله. ده كله قاعد بياكل ويشرب والدنيا جميلة. ثانك يو. ايه رأيكم؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. القطر الروسي فيه روح. تفرد جسمك وتقعد وتدردش والدنيا حلوة، لكن ده عملي كده تحس بص
هوب على طول. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي في الدرجه العاديه، هو فينا درجتين، الدرجه العاديه اللي احنا فيها والدرجه الثانيه اللي هي الفيرست كلاس او البيزنس كلاس. سبحان الذي سخر لنا هذا. السرعه القصوى لهذا القطار 285 كيلومتر في الساعه، مسافه ما بين طوكيو وكيوتو 515 كيلومتر، بيقطعهم في ساعتين و10 دقائق بالوقفات وبالمحطات اللي بيقف فيها. متخيلين؟ طلقه ما شاء الله تبارك الله. شويه كده ان شاء الله واروح اوريكم الدرجه الاولى علشان نشوف الفرق ما بين الدرجه الاولى والدرجه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي. هل اختلاف كبير ولا لا؟ مش عارف سعر التذكره بتاعت الدرجه الاولى جامد صراحه، لان حتى ما سالتش. اللي احنا فيها دي ب $100، فمش عارف الدرجه الاولى هيبقى بكام، ولكن خلينا نروح ونشوف. وانا هعمل دلوقتي بحث ونشوف برضو سعر التذكرة كام، بحيث ان احنا نشوف الفرق ما بين الدرجتين ونشوف برضو الفرق ما بين الاسعار. بمناسبة الاكل يا جماعة، موضوع الاكل باليابان صعب جدا جدا. دخلت سوبر ماركت امبارح عشان اشتري اكل يعني او حاجة خفيفة اكلها بالليل، حتى الاندومي خنزير. اللحم اللي عندهم تقريبا كله مش حلال، الا المطاعم البسيطة اللي عددها قليل جدا اللي مكتوب عليها حلال او اللي هي معروفة حلال، اما بقية المطاعم حتى الفراخ اللحم مش حلال. فخلي بالكم موضوع الاكل ده في اليابان معاناة. الاندومي اللي كنت جايبه بطعم سي فود عشان ابعد عن الفراخ واللحمة والكلام ده كله، ولما سألت الست اللي بتبيع في السوبر ماركت قلت لها يعني ممكن تشوفي الموضوع، قالت لي لا في بورك في خنزير، حتى اللي هو مش بطعم اللحمة اصلا في خنزير متصنع بقى دهن ومش دهن وكلام من ده، تصنيع نفسه بتاع المكرونة بتاع الحاجات دي. الموضوع ده صعب جدا. فروحت رايح جايب عيش وجبنة، عيش وجبنة عشان ابعد بره القصة دي خالص. الحمد لله. دي تقريبا كده يا جماعة الارياف بتاعت اليابان، الريف الياباني غالبا يعني. دلوقتي يا جماعة هحاول اروح الدرجة الاولى فوريكم شكلها ايه والفرق ايه واسعارها ايه. ان شاء الله نعرف ندخل يعني، اعتقد مفتوحة. افتح. ده للباسكت الزبالة، دي الازايز والكنز، وده للورق والحاجات دي. طبعا القطر فيه واي فاي. هلو. دي بقى الدرجة الاولى. طبعا شكل الكراسي اختلف تماما، تعال نجربها. لا الكرسي فيه فرق، وهنا في مكان تحط رجلك عليه. السلام. بقى كده دي الدرجة الاولى عندهم هنا في السوبر اكسبرس ترين. سعر الدرجة الاولى يزيد على سعر الدرجة العادية حوالي 6000 ين، يعني مثلا في حدود $40 زي. احنا دلوقتي بنتكلم في تقريبا $140. بتلف كده بالكيس اللي معاها ده علشان خاطر لو في جاربج او زباله او حاجه زي كده تلمها. وده الزرار تقريبا يركع الكرسي ورا. يا جمال يا جمال يا جمال. هوب نور الكشاف. طبعا ده عشان لو انا مثلا عايز اقرا كده مثلا ولا حاجه، فبحط الكشاف على الكتاب. شايفين مثلا النور بيبقى جاي على ايدي بالشكل ده، فلا انا قاعد اقرا ما اعملش ازعاج اللي حواليا والنور طافي مثلا. ده لو حد جالي دلوقتي هيقول لي انت بتعمل ايه هنا؟ تعرف انا كنت جبت حاجتي من الدرجه الثانيه وكده عدل. هم كلهم ساعتين زمان يا جماعه، انا اصلا يعني خلاص قربنا نوصل وما لحقتش اعمل حاجه، يا دوبك قعدت ما يعني ما عملتش حاجه، شويه شغل بسيط كده على الموبايل، شويه مونتاج، شويه حاجات، لقيت نفسي خلاص هوصل. فبحاول ان انا اصلا اصور اكبر قدر من الامكان في القطر قبل ما نوصل. ساعتين القطر طلق صاروخ، الله اكبر. عمال الحاج ده ساحب ساحب. المهم دي يا جماعه الدرجه الاولى. خلينا نشوف بقى حمامات الدرجه الاولى، يعني تفرق عن حمامات الدرجه بتاعتنا ولا لا. اعتقد اوسع شويه. احنا كنا قايسين ورا البيت ازاي كده؟ لا اوسع 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 شويه. بس هنا في اماكن حط الشنطه بتاعتك او حاجات زي كده. وايه ده؟ يفتح ولا يفتحش؟ ما يفتحش. ومكان التدخين اوسع شويه. اكتبوا تحت التعليقات ايه رايكم، هل الفرق ما بين الدرجه الاولى والثانيه يستحق $40 فرق في التذكره ولا لا؟ لو انتم موجودين هتحجزوا درجه ثانيه ب $100 ولا هتحجزوا درجه اولى ب $140 $150؟ شعب عملي بشكل رهيب. بص هم قاعدين هنا برضو عمالين يشتغلوا، هم قاعدين في القطر بيشتغلوا، شعب عملي جدا. افتح يا معلم. ايه رايكم في الموضوع ده؟ لما تكون عملي بالشكل ده تعتبر كده زياده على اللزوم وما تستمتعش بالحياة، ولا معتبرها حاجة كويسة وحاجة إيجابية؟ Do you know how to get warm water, hot water here? Water. Hot water. No hot water? Hot water.
Only cold, yeah? I don't know. Okay, you're right. Thank you. سبحان الله والله يا جماعة سبحان الله العظيم علم الإنسان ما لم يعلم. القطر وانت ماشي كده بتتفرج من الشباك تحس ان هو يطوي الارض طيرا يعني يقول مسافات رهيبة. ربنا يستر يا جماعة. انا شايف تلج ورايا على الجبال دي في ضباب والجو شكله بارد جدا جدا. فغالبا ان طوكيو جوها ادفى نوعا ما من كيوتو المدينة اللي احنا رايحينها. فهنا الجو بدا يكون ابرد من شكله كده واضح عليه يعني. وصلنا يا جماعه في ميعادنا بالثانيه. القطر اتحرك من طوكيو في ميعاده بالثانيه ووصل الى كيوتو بالثانيه. وبكده تكون انتهت رحلتنا باسرع قطار في العالم في اليابان. ايه رايكم في التجربه الجميله دي؟ والله ما حسيت بالوقت يا جماعه. حرفيا ساعتين وعشر دقائق 515 كيلو. فين لازم يكون في حد في القطر مراقب القطر ازاي؟ القطر سريع جدا 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 يا جماعه. اللي كان راكب جنبي في القطر قال لي جمله عجيبه. بقول له يعني تذاكر القطر غاليه مش رخيصه وده السعر الطبيعي هنا. يعني فرق بين سعر القطر وسعر الاوتوبيس كبير جدا. الاوتوبيس ب 4000 بيقطع نفس المسافه والقطر بحوالي 14000 للدرجه العاديه. قال لي الناس هنا بيشتروا الوقت. الوقت هنا بفلوس. تخيل نفسك تشتري الوقت لان القطر طبعا هو اسرع وسيله مواصلات. فبالتالي تخيل نفسك تطلع من مدينه الى مدينه في ساعتين تقطع 500 كيلو 600 كيلو. انت بتشتري وقت لان الوقت هنا غالي جدا والوقت ده ممكن تشتغله وتعمل فلوس اكتر من اللي انت صرفتها. فكوكب مختلف وتفكير مختلف وشعب مختلف. حرفيا كل حاجه هنا مختلفه. المهم وصلنا مدينه جديده هنا في اليابان مدينه كيوتو من اجمل مدن اليابان. تابعوا معايا الفلوجات اللي جايه. اوعوا تفوتوا اي حاجه علشان نشوف اليابان بعيون طاهر مسافر ونستكشف اكبر قدر ممكن هنا في اليابان. عايزين اللايك الجميل والكومنت الرايق. اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم في التجربه دي وايه رايكم في القطر وايه رايكم في اللي احنا شفناه النهارده مع بعض. واشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جديد وفي مغامره جديده. سلام. دي المحطه يا جماعه. دي المحطه كانك في مطار حرفيا. هنا تشتري اكل وشرب وسوبر ماركت. والمكان بالشكل اللي شايفينه ده نظافه ونظام شيء جميل 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 ما شاء الله. شايفين الاجواء حوالينا. نشوف بقى المخرج منين.